تاريخنا بيوتنا وبيوتنا تاريخ. كل حجرة تعمرت مرق زمن عليها، هو زمننا، زمن الماضي والحاضر والمستقبل. هيدي البيوت بيوتنا، هي بيوت حجارتها بتحكي. اسمع الموسيقى اللي هي من عند الجيران. الجيران كانوا بالطابق العالي وأنا بالمطبخ. بس تطلع الموسيقى بلش أنا رفقة وعي يوعى هو، ويفتح الشباك وبلش يعيط وسب إنه ليش ما بيجوا يفتحوا الإذاعة هون. حجار بتحكي، الجمعة 8:30 المساء والإعادة الأحد الساعة 3 بعد الظهر.